السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم للا. عليكم السلام سيدي. أهلا وسهلا بك. الله يكبر سيدي سيدي. مرحبا للا. نعم للا. متى سيدي نسولك الله يبقى بخير. إيها للا. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج سيدي. الله يعزك للا أم محمد. سيدي مريضة عندي واحد المرض من 99 أنا مريضة. الله 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 الله. ما عرفت ما عنديش ما خليت طبا ما خليت ما عرفت سيدي ما عنديش. يا ربي تشافي وتعافي يا رب. يا ربي تشافي وتعافي لأم محمد. أشنو المرض ديالك للا؟ سيدي أنا كيقولوا لي طبا عندي مرض الوسواس مرض نفسي مرض مدمن ما عرفت سيدي. الله الله الله. من 99 تل دابا وانت كتعاني منه؟ نعم سيدي من 99. ولي الأطباء عطاوك شي أدوية عطاوك شي علاجات؟ كيعطوني المعدنات سيدي كنشربهم البعض مرات كيزيدني صافي كنقطعهم صافي. كتنعسي بزاف ملي كتاكلي الأدوية؟ نعم سيدي. الله الله الله. أم محمد أش كيوقع لك لالا باش كتحسي؟ أنا سيدي عندي ما عرفت سيدي المشكل ديالي في الراس كنفكر بزاف ما كنعس في الليل. الله 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 الله. كنكون بحال كنحلم ما عرفت واش أنا في الدنيا ولا ما عرفت أنايا. مرفوعة كتحسي راسك لالا؟ نعم سيدي. والمشاكل التفكير كتفكر في الوليدات في ال نعم سيدي 2008 توفى لي الرجل وزيد صافي. زدتي مازال ملي توفى لك الراجل كان دعم وسند؟ عندي أربعة الوليدات. الله يعاونك عليهم يا رب. الله يعاونك عليهم ما شاء الله. الله يشافيك ويعافيك للا أم محمد. أمين يا سيدي. الله يشافيك للا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للا أم محمد. أنا سيدي كنفكر في هاد الولاد كنشوفهم ما عندي الصحة نعاونهم نخدم نعاونهم ما عندي الصحة أنا مريضة. وشكون اللي كيعاونك على الحمل ديالهم للا؟ سيدي عندي واحد الولد كبير فيهم شوية هاد الولد اللي خدام عليهم. هما كيقراو مازال؟ لا لا سيدي واحد البنية اللي كتقرا واللي خرجوا من المدرسة ملي توفى الوالد ديالهم كيعاني من الاقتصاد. ما شاء الله. والعائلة لأم محمد للخوت والخواتات والحباب والأقارب؟ لا لا سيدي ما كاين حد ما كاين شيء سيدي الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يفرج عليك للا أم محمد. الله يفرج عليك للا. أمين سيدي الحاج كريبا كنشكركم بزاف والله العظيم أنا كندخل دائما البيت كنتفهم ندير الراديو الله يشكركم بزاف. لا إله إلا الله للا أم محمد. يا سيدي أنا سيدي الشلحة اسمحلي لا مرحبا مرحبا الشلحة راه أم مالي البلاد. لا أم محمد هضري أنت بالشلحة نفهموك لالا بقلوبنا. كنت تشكر سيدي بزاف تشكر من الراديو كنت تشكر بزاف. أعزك الله لله أعزك الله لله أم محمد. الله يحفظك ويرعاك لله. الله يحفظك ويرعاك لله. الله يكمل لك الرجاء. أنت مرأة مؤمنة وصابرة ومحتسبة. احنا غناخذ الرقم ديالك نخلو عندنا إن شاء الله تعالى. الرقم غناخذو صفر نعم نعم خمسة خمسة نعم تسعود نعم إياه واخذنا الرقم ديالك لله أم محمد. وحنا حاسين بك لله بأن المرض زاد الفقر وما أصعب المرض زائد الفقر يساوي واحد المعاناة ربي اللي عالم بها. ومع ذلك أم محمد ربي عز وجل هو الرحمن الرحيم وهو الودود الكريم. هاد الأفكار اللي كتجيك ألا أم محمد هو أنك حاولي ما أمكنك وصايا مبدئيا كنقولها دوما داخل البرنامج وهو أن المرض ديال الوسواس شغله هو التفكير. الخزان ديال التفكير شغال على طول على طول شغال يفكر يفكر ويعاود يفكر يفكر يفكر. واحد اللحظه دوك السلوكه كيتحرقوا لي فيزيبلات كيتحرقوا وكيعود الانسان كيشعر نفسه ضيقه والحريق في الراس وحتى حاجه ما عجبه. الشهيه ديال الطعام ما كتبقاش. الراحه في النوم ما كايناش. باش يخدم ويتعايش مع الاخرين ما يقدرش. السبب كله التفكير خدام ما كيساليش.
الا شفتيه كيبان لك راه جالس بوحدو، راه مربي عيدو وساكت، ولكن هو داخليا راه حت 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 مع من كيتكلم، مع راسو. هنا احسن طريقه للعلاج كنتعلموا اننا نغلق التفكير، نغلق الفكر ونطلق الذكر. غتقولي لي راه ما بغاش هذا الفكر يسكت، راه خدام. غنقول لك خليه خدام، ما تديش عليه. وغتلقي العنان للذكر عوض الفكر. اللسان ديالك هاد العضله اللي عطاها لنا الله تعالى، واحد اللحمه اللي في فمنا وسط السنان، السنان ماضيين كيعضوا كيقسموا، ولكن ما كيوصلوش اللسان اللي هو لحمه رطبه ما فيها لا عظم ولا عصب. هاد اللحمه هذه هي اللي فيها الله السر ديالو. هاد اللحمه اللي اللسان نبقى فيها الذكر، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، ولله الحمد، يا الله، يا كريم، يا ودود، دائما خدام. وانت خدام باللسان ديالك سبحانك يا الله، الفكر غادي يبدا يعيا، ما يبقاش يخدم، لان الذكر خدام على طول. واحد المده غتلقاي بان الراس ولا كيشعر بالرغبه في النوم، استرخاء، غتنعسي ان شاء الله تعالى، والذكر خدام ما كيساليش. ملي تحطي راسك على الوساده، الذكر الذكر مره مره غيجمع لك الفكر، وغيكون الصراع بين الذكر والفكر. خلي عندك القوه والعزيمه وانتصري، وان شاء الله تعالى تنتصري بذكر الله، لان ذاك الفكر خدمها بوسوسه الشيطان. بعد مده لالا ام محمد غتشعري بانك استرجعتي لياقتك النفسيه، وانت تذكرين الله تعالى غير تمني في قلبك، ما تدعيش، ما تقولش يا ربي بغيت راه عندي وليدات راهم يتامى راهم فقراء وانا ضعيفه وانا ما عندي كذا، ما تدعيش، ما تقولي والو، خليك غير في الذكر، خليك غير في الذكر، ما تشغلش بالك بالدعاء. اش غادي يوقع؟ يقول رب العزه: من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. الناس اللي هازين يديهم في السماء كيقولوا يا ربي اعطينا يا ربي اعطينا، هادو ناس عظماء، ولكن شكون اللي اعظم منهم؟ شكون اللي اكرم منهم؟ هو اللي لسانه فقط في الذكر. الله تعالى كيعطيه افضل ما يعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسالتي اعطيه افضل ما اعطي السائلين. غتلقي لالا ام محمد بان صحتك غتعود ان شاء الله تعالى جيده جدا، ما تحتاج الى طبيب ولا علاج ولا دواء. هذا كيتسمى الدماغ فيه طاقه ديال العلاج الذاتي، كل هرمون نقص وكل عصب بلا، الدماغ يعيد انتاج الجسد من جديد. هناك إعادة الإنتاج ديال الجسد عن طريق الذكر حينما يكون متصلا بالفكر وبالقلب. وإن شاء الله تعالى غتلقي بأن الزوج ديالك اللي توفى غادي يوقف عليك في المنام وغتشوفيه، وغتلقيه الحمد لله منعما في عراسة الجنات. هذوك الوليدات ربي غيطرح فيهم البركة، وتحسي بأن الله تعالى أعطاك أرزاق عظيمة. دوك الوليدات غيعودوا هما أداة إنتاج بإذن الله تعالى، وغتلقي بأن الله تعالى يكتب لك مكاتب الخير. كاين المكتب، المكتب كيتغير من اللي كيبقى العبد المؤمن كيبقى يذكر الله عز وجل، لا يستحيي ان يكتب عليه مكاتب السوء او مكاتب الشر او مكاتب الشده. الله تعالى جل علاه بيده كل شيء، من صفاته الحياء، يستحيي الى لقى العبد كيذكر كيذكر كيذكر، وخا يكون في قدره واحد البلاء، الله تعالى ينزل في قدره لطف ويستحيي من عبده الذاكر. ان شاء الله ام محمد ربي يشافيك ويعافيك ويحفظك ويرعاك ويبارك لك الله في الوليدات، ويجعل ايامك كلها بالافراح والمسرات. هالرقم ديالك عندنا ان شاء الله نتصلوا بك فيما بعد لام محمد. وربي هو الرزاق، ربي هو الكريم، ربي هو صاحب الفضل الكثير. نسأله تعالى ان يجمع شملك ويرفع مقامك ويحفظ اولادك، اللهم امين يا ربي يا كريم. وابقي معنا لام محمد في ختام الحلقه، نديروا واحد الدعوه ديال الخير، هزي معنا يديك وقولي امين، وربي عز وجل غادي يكرمنا واياكم وجميع المسلمين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.